السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله عن آلية التحكم في إفراز هرمونات الغدة الدرقية. بداية، هرمونات الغدة الدرقية عملية الإفراز فيها تتم عن طريق تحكم على مستوى أعلى منها على مستوى الهايبوثالاموس بإفرازها للثيرويد ريليزنج هرمون الذي يؤثر على الأنتيريور بيتيوتري جلاند إنها تبدأ تفرز هرمون الثيرويد ستيمولاتينج هرمون، وهذا الهرمون تي اس اتش يرتبط بمستقبلات على سطح الثيرويد جلاند بيحفزها وبيبدأ عملية إنتاج لهرمونات الغدة الدرقية. فبيبدأ الآن عملية ريليز للثيرويد هرمون طبعا عن طريق السايكليك اي ام بي. الآن الثيرويد هرمونز كمستوى في مجرى الدم يعتبر هو بحد ذاته نيجاتيف فيدباك على مستوى الهايبوثالاموس، فبتمنع إفراز الثيرويد ريليزنج هرمون، وعلى أثرها تستجيب الانتيريور بيتيوتري جلاند بأنها تتوقف عملية إنتاجها للثيرويد ستيمولاتينج هرمون. الآن على مستوى الهايبوثالاموس تبدأ تفرز ثيرويد ريليزنج هرمون، تتأثر بالبيتيوتري بتحفيزها لإفراز الثيرويد ستيمولاتينج هرمون اللي بتتأثر فيه الثيرويد جلاند لإفرازها الثيروكسين والتراي أيودوثيرونين. مستوى الثيروكسين والتراي أيودوثيرونين يعتبر نيجاتيف فيدباك على مستوى البيتيوتري وأيضا على مستوى الثيرويد ريليزنج هرمون. الآن بمجرد ما يبدأ يحدث ارتباط لهرمون التي اس اتش على مستوى المستقبلات الموجودة على سطح الثيرويد جلاند، بتبدأ الإشارات الداخلية بأنه عملية تكوين للثيرويد هرمون بارتباط اليود، يبدأ اليود يرتبط بالثيروغلوبولين وبيبدأ عملية التكوين، وأيضا اللي هو أولا بيعطي إشارة لإفراز المخزون، وبعد هيك إذا في نقص بيبدأ عملية تكوين ثيروغلوبولين أو ثيرويد هرمونز جديدة. إذا عملية السكريشن الآن هي السكريشن لثيرويد الموجود ثيرويد هرمونز الموجودة في الكولويد، وبدأت عملية انفصال إنها عن طريق الإنزيم الموجود في اللي هو الأبيكالسل، وبيبدأ تحريرها من الثيرويد من الثيروغلوبولين الموجود في الدروبلت، وبيبدأ عملية الآن خروج هذه الهرمونات إلى مجرى الدم، والمتبقى من الدي اي تي والام اي تي يعاد نزع اليود منها ويعاد استخدامها مرة أخرى. ما هي وظائف هرمونات الغدة الدرقية؟ هرمونات الغدة الدرقية بشكل أساسي بتزود من معدل الميتابوليزم عن طريق إنها بتزود من معدل استهلاك الجلوكوز والأحماض الدهنية وملوكيوز أخرى. أيضا بتزود من الميتابوليك هيت حرارة الميتابوليزم عن طريق إنها بتزود من معدل أو من عدد الميتوكوندريا الموجودة، وبالتالي بتزود من نشاطها، وهذا بيؤدي إلى زيادة الـ ATP. طبعا الميتوكوندريا عملية تصنيع الـ ATP عبارة عن إيروبيك، تمام؟ فهذا بيوصلنا إلى إنه بيزود من معدل الريسبيريشن للخلايا عن طريق إنه بيزود من تصنيع الانكابلينج بروتين، بيزود من الاكتيف ترانسبورت عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بوم، وايضا بيزود من عمليه استهلاك الجلوكوز بواسطه غالبيه خلايا الجسم. كما انه هرمونات الغده الدرقيه مهمه جدا للنمو الطبيعي والماتوريشن النضج، وايضا مهمه جدا لنضج الجهاز العصبي وتصنيع البروتينات، بالاضافه الى انها بتنظم عمليه الميتابوليزم لا الدهون والكربوهيدرات. ايضا لا نجد اي خليه في الجسم لا تتاثر بهرمونات الغده الدرقيه، انما التاثر على مستوى عالي جدا من الخلايا المختلفه. نجد انه يتاثر في الكارديوفاسكولار سيستم، هرمونات الغده الدرقيه بتزود من معدل الهارت ريت ضربات القلب، وتزود من عمليه اللي هو الكارديك كونتراكتيليتي اللي هي عمليه الانقباض والانبساط، وايضا تزود من عمليه تدفق الدم من القلب اللي هو الاوتبوت كارديك اوتبوت، وبالتالي بتزود من معدل اللي هو تمدد او توسع الاوعيه الدمويه فازودايليتيشن، وهذا اللي بيزود من معدل ورود الدم الى الاعضاء المختلفه. ايضا يتاثر فيها السنتر نيرفس سيستم. بغض النظر زادت هرمونات الغده الدرقيه او نقصت هرمونات الغده الدرقيه، كلا الحالات بتاثر فيها الجهاز العصبي. فنجد لو كان عندنا افراز قليل جدا من هرمونات الغدة الدرقية، نجد أن هذا الشخص يعاني من بطء في المنتاليتي والتفكير، بينما لو زادت بشكل كبير جدا هرمونات الغدة الدرقية هذا الشخص يصبح متوتر وقلق جدا وعصبي.
ايضا يتاثر فيه الجهاز التناسلي، فنجد انه معدل الطبيعي لهرمونات الغده الدرقيه بحفز الوضع الطبيعي للريبرودكتيف سيستم. اللي وجدوا ايضا انه في انخفاض في حاله الهايبوثايرويدزم اللي هي انخفاض هرمونات الغده الدرقيه، وجدوا انها مرتبطه بالعقم. نتحدث عن بعض الحالات الابنورمال سكريشن لهرمونات الغده الدرقيه، وهذا الابنورمال سواء بال الزيادة أو بالنقصان. فلو كان عندي حالة نقص في إفراز هرمونات الغدة الدرقية سميناها هايبوثايروديزم، والزيادة هي هايبرثايروديزم. بالنسبة للهايبوثايروديزم الأشهر الحالات هي حالات الهاشيموتو ثايرودايتس، هي حالة مرضية تتصف بنقص في هرمونات الغدة الدرقية، وطبعا هذا المرض نوع من أنواع الأوتوميون ديزيز. ممكن يكون سببه نقص أيضا في اليود، ممكن بعض الأدوية اللي أثرت، تعرض للراديشن، ممكن يكون ورم في البيتشيتري جلاند، وعندنا ممكن تكون السبب حالة ماكسيديما اللي هو هذا المرض هنحكي عنه مستقبلا، وهذا المرض مهدد للحياة. الآن بالنسبة للهايبرثايروديزم عندنا المرض المشهور هو جريفز ديزيز، وهو نوع من أنواع الأوتوميون ديزيز. ممكن يكون السبب في الهايبرثايروديزم هو توكسيك مالتي نودولار جويتر، في عندنا جويتر اللي هو ورم في الثايرويد جلاند، ممكن يكون بعض الأدوية و بنسميه ثايرويد ستورم، ايضا وهذا بيهدد الحياه. الان بالنسبه للهايبر ثايرويديزم اطلقنا عليه ثايروتوكسيكوزيس. ثايروتوكسيكوزيس يعني تسمم بهرمونات الغده الدرقيه، ونجد في زياده بالثايرويد هرمون، وقد يكون السبب برايمري هايبر ثايرويديزم او يكون سكندري هايبر ثايرويديزم. برايمري هايبر ثايرويديزم معناته المشكله في الغده الدرقيه نفسها، ومثال عليه مرض الجريفز ديزيز، فبيكون في عندنا طبعا هذا المرض اوتوميون ديزيز، بيكون ارتباط اوتو انتيبادي على مستقبلات الثايرويد ستيمولاتينج هرمون على سطح الثايرويد جلاند، بحفزها انها تنتج هرمونات. فنجد انه هذا الشخص بيعاني من ارتفاع في التي 4 والتي 3، وكنتيجه لهذا الارتفاع تستجيب منه مين اللي هو التي تستجيب منه البيتيوتري جلاند بانها بتبدا تخفيض الثايرويد ستيمولاتينج هرمون. اما اللي بالسكندري هايبرثايرويديزم معناته الخلل على مستوى اكبر من الغده الدرقيه، اما قد يكون على مستوى الغده النخاميه او الغده تحت المهاد، فنجد انه التي ثايرويد ريليزنج هرمون التي ار اتش عالي كعلو، وتستجيب البيتيوتري بافراز التي اس اتش بشكل عالي، كنتيجه لارتفاع هذه الهرمونات نجد التي 4 والتي 3 عالي. اذا هنا فيش في عندي ريفلكس في السكندري هايبرثايرويديزم، لا يوجد عندي ريفلكس، معناته كل الهرمونات بتكون عاليه. لكن في البرايمر هايبرثايرويديزم ارتفاع التي 4 والتي 3 بيبدا يخفض من معدل التي اس اتش، تمام. اذا معناته في هاي الحاله تبقى الفولوكولار اوفر اكتيفيتي، بيكون عندها نشاط عالي. هذا المرض يصيب النساء اكثر من الرجال بنسبه 4 إلى 1. جريفز ديزيز بشكل 90% من حالات الهايبرثايرويديزم. هذا السبب الديزيز سببه اوتوميون ديزيز، هناك انتي بودي من نوع اي جي ام من نوع اي جي جي يرتبط على سطح الغده الدرقيه، يرتبط مع مستقبلات التي اس اتش، وبيبدا بحفزها كانه التي اس اتش ارتبط بهذه المستقبلات. بيبدا عند هذا الشخص بيكون في عنده جحوظ في العينين اللي هي بروزها الى الخارج بسبب ورم اللي هو ايديما، تجمع سوائل حول خلف الاوربت اوربت العين، فبالتالي بيدفعها الى الامام، وبكون هذا irreversible غير راجع، بمعنى انه ما فيش امكانيه علاجه. ايضا نجد انه في بطء في تسكير العين في جفن العين، بطء للاستجابه بسبب ضعف في عضلات الجفن، ولكن هذه بيتم علاجها بكون ريفرسبل. شخص بكون متوتر ومش مرتاح، بكون عصبي، بيفقد قدرته على النوم، شهيته للطعام تزداد، مع بيكون في عنده انخفاض في الوزن وعنده دياريا، بتحملش الحراره. العلاج بانه بيعطوا أدوية، هاي الأدوية بتمنع الأيودينيشن بروسيس، بمعنى أنه بتمنع ارتباط اليود بالثيروغلوبين، وهذا بيؤدي إلى خفض في تكوين هرمونات الغدة الدرقية. الحالة المرضية الثانية هي هايبوثيروديزم عند الأضلط، سميناها ماكسيديما، وهي انخفاض في هرمونات الغدة الدرقية عند الأضلط. قد يكون سببه برايمري أو سكندري. برايمري على مستوى الثيرويد جلاند بيكون المرض
اشهر الاسباب اللي هو هاشيموتو ثايرودايتس وهو اوتو اميون ديزيز. السبب الثاني نقص في اليود. السبب الثالث خلل في الانزيمات اللي بتعمل دي ايودينيشن، يعني اللي بتعيد استخدام اليود من الام اي تي والدي اي تي. فكنتيجة لذلك نجد التي 4 والتي 3 منخفض مستواهم، وكريفلكس نجد التي الثايرويد ستيمولاتينج هرمون التي اس اتش بيستجيب لهذا الانخفاض بارتفاع بارتفاع عشان يحفز الغده انها تستجيب، تمام. اما الخلل اذا كان سكندري هايبوثايرويديزم نجد انه الريفلكس كلها منخفض، ثايرويد ريليزنج هرمون منخفض، تي اس اتش منخفض، والتي 4 والتي 3 ايضا منخفضين لانه كان على مستوى اعلى، اما على مستوى الهايبوثالاموس او على مستوى البوتيوتري. الفولكلر سيل بتكون الاكتيفيتي تبعتها قليله. الآن لو كان السبب نقص اليود نجد أن هرمونات التي 4 والتي 3 لا تتكون بسبب أن اليود مش موجود، لكن نجد أنه تستجيب البيتيوتري بأنها بترتفع التي اس اتش بسبب ارتفاع هرمون الثيرويد ريليزنج هرمون من الهايبو ثالاموس. هذا الارتفاع حفز الغدة الدرقية أنه يزداد حجمها، حجم الخلاياها، فبالتالي هذا زود من حجمها وصار في عندنا جويتر بنسميه سيمبل جويتر اللي هو عبارة عن ورم في الغدة الدرقية. الآن عملية نقص اليود، إذا كان السويلينج يحدث بسبب نقص اليود إنه الهايبوثالاموس بتبدأ بتعرض للبرد، تبدأ الهايبوثالاموس تفرز الثيرويد ريليزنج هرمون، تستجيب إلى البيتيوتري بتبدأ تفرز التي اس اتش، التي اس اتش بروح لمستقبلات على الثيرويد وبيبدا يحفزها انها تبدا بعمليه اللي هو نشاطها، لكن الخليه لا تستجيب بسبب نقص اليود، اذا معناته فيش عمليه تصنيع للتي 4 والتي 3، فبالتالي معدلهم حيبقى منخفض. الان عمليه نقص اليود ادى الى انه التي اس اتش لما انحفز الثيرويد اتجهت في اتجاه اللي هو زيادة نمو خلايا الثيرويد، وفيش عندي عملية انتاج لأنه اليود مفقود. الآن طالما التي 3 والتي 4 مستواهم منخفض هذا لا يعتبر نيجاتيف فيدباك على التي اس اتش، يبقى تي اس اتش عالي تمام مع انخفاض في التي 3 والتي 4، بالإضافة إلى علامة أخرى أنه في عندنا نمو زيادة في نمو خلايا الثيرويد جلاند وهذا أدى إلى حدوث الجويتر أو الورم. الآن الحالة الثانية من الهايبوثيروديزم سببها سبب المكسيديما غير اللي هو نقص اليود، عندنا الحالة الثالثة هي غياب هرمونات اللي بتعمل إعادة استخدام اليود مرة أخرى اللي هي أو غياب إنزيمات الدي أيدونيشن إنزيم، فبالتالي لا يحدث عملية ريسايكل للدي أي تي أو الإم أي تي فبتتراكمه في الثيرويد جلاند على هذه الصورة، وهذا يؤدي إلى نقص في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. الآن الأعراض هي انخفاض في معدل الميتابوليزم، انخفاض في ضربات القلب ومعدل ضخ الدم، أيضا في عندنا انخفاض في انقباض العضلات، بيكون بطء في انقباض العضلات، ضعف الشهية مع زيادة الوزن والإمساك، مشكلة في السليب وبكون في عنده دوخة، بينام لفترات طويلة وبصير في عنده ديسنس دوخة، الجلد ما فيش نعومة الجلد الطبيعي بيكون خشن وسميك. الجلد ايضا بيكون في بطء في التفكير وبيكون في عنده ماسك بنسميه ماسك فيس انه بيحاول يخبي وجهه، بمعنى انه بيكون في عنده خجل، بالاضافه انه يتحمل البروده، لا يتحمل البروده اطلاقا انتولرانس تو كولد. المكسيديما بيصير في عند هذا الشخص في المكسيديما انه سويلينج في اللي هو ورم في جسمه، يعني بيكون في انتفاخ في جسمه وبتظهر عنده اللي هو بافي ابيرا زي اللي هو في عنده بافي، هذه تجمعات في الجسم سببها ترسب لبروتين كربوهيدراتي كومبلكس اللي هو ميوكوبوليساكارايد، تتجمع مع تجمع فلويد في الأنسجة السبكيوتينس تيشو في الأنسجة اللي موجودة تحت الجلد، وهذا بيخلي عنده مظهر البف اللي هو الانتفاخ والسولينج اللي بيكون عند هذا الشخص. الآن الهايبوثيروديزم قد يحدث عند الأطفال وتسمى هاي الحالة كريتينيزم، سواء كانت عند الأدلت أو عند الأطفال، إلا أنه الحالة هي نقص ثيرويد هرمون، لكن عند الأطفال تسمى كريتينيزم، أما عند الأدلت تسمى مكسيديما.
الآن بتحدث، ممكن تحدث على مستوى الجنين وهو في رحم الأم، تحدث في الأول 3 شهور من الحمل إلى 6 شهور بعد الميلاد، وممكن تحدث هاي الحالة في السنوات الأولى من عمر أو في السنة الأولى من أو في السنوات الأولى من عمر الطفل، فنجد عنده انخفاض في التي 4 والتي 3، وكنتيجة لهذا الانخفاض في عندنا ارتفاع في التي اس اتش. تمام، في بعض السيمتومز غير اللي حكينا عنها، انه الاطفال طالما انه صار في عندهم نقص في السنوات الاولى من عمرهم، نقص هرمونات الغده الدرقيه، هذا الشخص حيعاني او هذا الطفل يعاني من تخلف عقلي، يعاني من قصر في القامه بسبب نقص في نمو وضعف في نمو العظام والعضلات والبرين الدماغ، وكعلاج بعطوه بديل، العلاج بديل هو ثيروكسين اللي هو هرمونات الغدة الدرقية. هيك بكون انتهينا من موضوع الثيرويد إبلانت، يعطيكم العافية.